وكمان في نقطة مهمة دكتور، لما نتحدث عن البيئة نتحدث عن الفيروس، نتحدث عن المتحورات التي تلحق هذا الفيروس. احنا كل شهر شهر ونص عم نسمع بمتحور جديد، فهل كوفيفاكس رح يراعي فكرة المتحورات وعلى أي أساس عملتوا فيه ليناسب الوضع العام للمواطن العربي؟ طيب حضرتك أثرتي نقطتين مهمين قوي. النقطة الأولانية هي التحورات الكثيرة اللي بتحصل في هذا الفيروس. الفيروس عشان برضو نشرح الناس، هو عامل زي كورة، بلاش كلنا نسمع عن أو عارفين الأنفد. الأنفد هو حيوان طلع منه شوك، خلينا نقول هي عبارة عن الفيروس اللي موجود اللي هو الكورونا أو السارس كوف 2. ده عبارة عن كورة بروتين لحمة وطلع منها أشواك، خلاص. الأشواك دي هو الفيروس نفسه بيستخدمها عشان يمسك أو يلزق في الخلية. أول ما يلزق في الخلية يبتدي يطلع قطعة البروتين بتاعته اللي هو الـ RNA ويدخله جوه الخلية. إنما زي بالظبط تاني زي الأنفد، هو عبارة عن شوك وهي برضو نوع من أنواع البروتين، ثم غلاف حوالين الفيروس ده هو أو قطعة البروتين دي، ثم نواة جواه. معظم اللقاحات اللي موجودة استخدمت، قالت لك طب هو أول حاجة بيمسك فيها إيه؟ هي الشوكة دي أو السبايك بروتين. طب أنا هطلع لقاح ضد أو حاجة تمنع الشوكة دي إنه يمسك في الخلية، فما بيعيش أصلاً، فمش هيعيش خلاص، مش هيعرف يخش جوه الخلية. فكرة جيدة جداً وفكرة سليمة. طيب لو أنا اديت الفيروس كله على بعضه، عملت له بعض المعاملات الكيميائية وخليته كله ما يبقاش شغال، لا السبايك بروتين او يعني لا الشوكه ولا الغلاف بتاعه اللي هو اسمه انفلوب ولا الار ان اي اللي جواه، فانا كده طلعت اجسام مضاده ضد كل هذا الفيروس. طيب التحورات لما بتحصل في الفيروس بتحصل فين؟ بتحصل معظمها في الشوكه السبايك بروتين. فلو انا باخد لقاح ضد السبايك بروتين ده وجسمي او الفيروس غير نوع البروتين اللي موجود، انا اسف التعبير، يبقى اللقاح اللي انا اخدته هو شغال ضد الفيروس اللي البروتين بتاعه متكون بالطريقه الفلانيه. لو غيرت البروتين بتاعي انا كفيروس، فاللقاح اللي انا اخدته ده ما مش هيعمل فيه حاجه. وده اللي بنشوفه حاليا مع الاوميكرون. الملايين من الناس اللي في الدول الغربيه، مش هتكلم بقى في الدول العربيه وخلافه، بتكلم في الدول الغربيه امريكا واوروبا وخلافه، اللي جالهم الاوميكرون بالرغم ان هم تعاطوا الفاكسينات او اللقاحات المختلفه اللي هي هذه الدول بتطلعها، ان هي بتطلعها اساسا ضد الاس بروتين او السبايك بروتين. كويس. اللقاح بتاعنا هو ضد كل الفيروس، فحتى لو هو قدر يمسك في الخليه فجسمي مطلع اجسام مضاده ضد الكبسول او ضد الممبرين وضد الار ان اي، فهو حتى لو دخل فاللقاح ده بيشتغل ضده عن طريق حاجات تانية. ودي الدراسات اللي احنا اثبتناها وعملنا عليها الدراسات كثيرة جدا عشان نشوف هو بيطلع انهي نوع من انواع البروتينات او انهي نوع من انواع الاجسام المضادة، فهو بيطلع ضد كل الحاجة. ودي يمكن الميزة بتاعت ما يطلق عليه الفاكسين او اللقاح المعطل او الفيروس المعطل او اللي هو ما بقاش شغال، عن ان ناخد جزء بس من البروتين، لان زي ما اتفقنا تاني لو الميكروب او الفيروس غير نوع هذا البروتين فالفاكسين اللي انا اخدته. وده اللي بيحصل مع الانفلونزا. الانفلونزا الموسميه هي كل سنه بينزل لها لقاح جديد. مظبوط. ليه؟ لان هو خلاص بقى الفيروس اللي كان موجود تحور، فاللقاح اللي انا اخدته السنه اللي فاتت ما ينفعش، فاضطر اخده السنه الجايه على بنسميه حتى ده بتاع الفيروس اللي موجود حاليا. وده اللي بيحصل. انما لو الفيروس بقى غير كل البروتينات بتاعته بقى فيروس تاني، بقى جديد، حاجه جديده، ما هواش الكورونا، خلاص ماشي، يبقى ساعتها اللقاح بتاعنا مش هيشتغل ضده لانه هو خلاص ده بقى فيروس تاني.